كيفية حساب الحجوم باستعمال التكامل. إذن حساب حجم المجسم المولد بدوران المنحنى السائف حول محور الأفاصيل دورة كاملة في المجال AB هو V كتساوي التكامل من A ل B B F ل X مربع DX UV. إذن نأخذ واحد المثال تطبيقي. إذن السؤال يقول أحسب حجم المجسم المولد بدوران منحنى F على القطعة 2.5. F دال F تساوي X ناقص 2. إذن غنطبقوا القاعدة. القاعدة كتقولنا بأن الحجم المولد حجم المجسم المولد بدوران منحنى F على القطعة 2.5 هو التكامل من 2 ل 5 ديال بي اف دو اكس مربع او في بوحدات الحجوم. اذا غادي نديرو التعويض تكامل من 2 ل 5 ديال بي اكس ناقص 2 الكل اس 2 بطبيعة الحال هنا دي اكس. اذا دي اكس او في. اذا بي غادي نخرجوها غادي تولي التكامل من 2 ل 5. هنا يمكن لي ندير اكس ناقص 2 بريم. اكس ناقص 2 بريم كتساوي لنا 1. اكس ناقص 2 مربع دي اكس او في. اذا هاد الصيغه مكتوبه على شكل اف بريم اف مربع. الداله الاصليه ديالها هي اف اس 3 على 3. اذا الداله الاصليه اذا بي اكس ناقص 2 اس 3 على 3 2 5 او في. اذا بي غادي نعوضو كنعوضو اكس بخمسة. جينا خمسة ناقص جوج هي ثلاثة. اذا ثلاثة اس ثلاثة على ثلاثة. وكنعوضو اكس بجوج. جوج ناقص جوج صفر. صفر على ثلاثة هي صفر. اذا ثلاثة اس ثلاثة على ثلاثة او في. اذا كنخصصلو بثلاثة كيبقى لي ثلاثة اس اثنان اي تسعود بي او في. هنا في المعطيات الا كانوا عاطينا او في فكنعوضها، الا كان ما عطينيش او في فكنخليها كنكتبها او في.